في مشكلة هنلاحظها الفترة الجاية في فترة الصيف، هي مشكلة الأكني أو حب الشباب. المشكلة دي بتقابل الشباب في فترة التينز والعشرينات وأوائل الثلاثينات. حب الشباب وانس إنه ظهر لازم نستشير الطبيب. بنقسم درجة حب الشباب للمايلد، وهي وجود البثور البيضاء والسودة، ودي بنقدر نعالجها عن طريق جلسات الهيدروفيشل الطبية اللي بتديل البثور. في المرحلة المودريت وهي الحبوب الملتهبة، ودي لازم نستخدم فيها أقراص بالفم مضاد حيوي مع الروتين الأساسي غسول وتونر، وبنقدر نساعد بجلسات التقشير المخصصة لحب الشباب. المرحلة السيفير وهي الحبوب المتحاصلة، ودي بنستخدم فيها أقراص بالفم بتعمل على تنظيم إفراز الغدد الدهنية، ودي بنقدر نعالج المرحلة دي باستخدام الليزر. في مشكلة بتسببها أثار الحبوب أو بعد علاج حب الشباب، ممكن يكون أثر أحمر اللي هي الحبوب الملتهبة الحمراء الصغيرة، ودي بنستخدم فيها ليزر الاندياك. وفي مشكلة التصبغات والبقع، ودي بنقدر نعالجها عن طريق التقشير وجلسات التقشير. وآخر مشكلة اللي هي الندبات والحفر، ودي بنقدر نعالجها عن طريق الفراكشنال ليزر والديرما بان مع الميزوثيرابي.